توجه الوفد الرسمي إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج من مطار رباط سلا، ويترأس هذا الوفد الذي يضم العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والذي أوضح لنا أن أبرز التعليمات السامية التي أعطيت للوفد من طرف جلالة الملك محمد السادس تتلخص في تقديم يد المساعدة للحجاج المغاربة والصهر أن يؤدوا مناسكهم في أحسن الظروف والأحوال. زودنا سيدنا الله ينصرو أثناء الاستقبال بالتعليمات والتوجيهات السامية ديالو الهادفة إلى الاطمئنان على الحالة ديال الحجاج المغاربة. العدد ديالهم اللي غادي يوصل لهذا الموسم تقريبا 34,000. طبعا المهمة ديالنا هو أننا نطمئنوا على المقام ديالهم في الديار المقدسة باش أديوا الواجب ديالهم في ظروف حسنة. جاءت هذه التعليمات متضمنة أيضا لرسالة تقدير واحترام موجهة من طرف جلالة الملك إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تعبيرا منه عن أواصر الأخوة والصداقة التي تربط بين المملكتين. سيدنا كلفنا كذلك باش نبلغوا التحيات ديالو الأخوية لعاهل المملكة السعودية الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، ونبلغ كذلك الصداقة والمحبة ديالو للمملكة العربية السعودية. أما فيما يخص تنظيم رحلات الذهاب فالأمور تسير بشكل طبيعي جريا على العادة، ولم تشهد العملية إجراءات استثنائية خلال هذا الموسم. كان السهر ديالنا هو أنه توفير الراحة بالنسبة لهذه المرحلة ديال الذهاب، استعدادا عاوتاني من بعد العودة إن شاء الله ديال حجاجنا الميامين للمملكة المغربية. وكان في توديع الوفد الرسمي السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية وممثل عن سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط.